حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة من ثنايا الخبر، والتي نتحدث فيها عن اعتقال الجيش اللبناني لعشرات اللاجئين السوريين في لبنان ومداهمات وانتهاكات في عدد من المخيمات. أرحب بضيفي السيد فرانكو عبد القادر، رئيس المركز السويسري لدعم الديمقراطية من زيوريخ، وسينضم إلي لاحقا السيد حسام البرم الناطق الرسمي باسم منظمة بلا قيود من فرنسا. داهم الجيش اللبناني مدعوما بقوات أمنية عددا من مخيمات اللاجئين السوريين واعتقل العشرات بحجج متعددة. أتابع هذا التقرير ثم أرحب بضيوفي وأبدأ الحوار. وحدات من الجيش اللبناني مدعومة بفريق من الاستخبارات داهمت عددا من المخيمات والتجمعات السكنية للاجئين السوريين في لبنان بحسب ما أعلن عنه الجيش في موقعه الرسمي. الجيش اللبناني تحدث عن مداهمات في البقاع وزحلة وبعلبك بذرائع متعددة، منها عدم امتلاك أوراق ثبوتية للمكوث الشرعي وتجارة المخدرات وتهريب البشر. مركز وصول لتوثيق الانتهاكات نشر مقال عنه إنه اعتداء من قبل الجيش اللبناني والاستخبارات على مخيمات اللاجئين، نتج عنها اعتقال عشرات الأشخاص وترحيل بعضهم إلى سوريا، كما أهان الجنود كبار السن والنساء وضربوا بعضهم، إلى جانب عمليات تكسير وتخريب ومصادرة مقتنيات توليد الطاقة الكهربائية وأجهزة الأنترنت، إضافة لمصادرة سيارات ودراجات نارية. جرافات الجيش اللبناني داهمت وأزالت عشرات الخيام في عرسال وبقي أصحابها في العراء دون مأوى بحسب مركز وصول. هذه الحملات على مخيمات اللاجئين في لبنان تزامنت مع إجراءات حكومية للتعامل مع السوريين الذين يعيشون في لبنان، حيث كلفت حكومة ميقاتي وزير الخارجية عبدالله بوحبيب بترأس وفد تقني للتواصل مع سلطة الأسد لبحث قضية اللاجئين، كما كلفت الحكومة الأجهزة الأمنية والعسكرية للتنسيق فيما بينها لمنع دخول السوريين بطريقة غير شرعية. وأيضا عممت وزارة الداخلية اللبنانية على البلديات وجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين، لا سيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها، وإجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي، وتكوين قاعدة بيانات عنهم، وإزالة التعديات والمخالفات كافة على البنى التحتية من كهرباء وماء وصرف صحي الموجودة في أماكن إقامة النازحين. وطلبت الحكومة من كل الجمعيات والمنظمات لا سيما الأجنبية منها وجوب التنسيق مع الوزارات والإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية. هذا التصعيد ضد اللاجئين السوريين من قبل الحكومة واكبه بعض الأصوات المحرضة على وجود السوريين في لبنان، منهم رئيس مركز الاستشارية للدراسات عماد رزق الذي قال في مقابلات مصورة إن مجموعات من داعش دخلوا لبنان على أنهم لاجئين لتنفيذ هجمات والعودة إلى سوريا. 800 شخص من داعش دخلوا إلى لبنان مع أمير، معنى الرقم اللي فاتوا عددهم من أي محاور فاتت، مين سهل لهم احتمال تواجدهم في أماكن وفي شقق وين موجودين. هذا استهتار سيؤدي لقطع رؤوس. في أمير الكبير يلي دخل ومعه دائما 4 مسلحين مزنرين جاي ينفذ عملية، ولح تتذكرونا بهالكلام من بعد تنفيذ العمليات سيغادرون. إذن تصعيد حكومي وتحريض من بعض فئات الشعب في لبنان على اللاجئين السوريين للضغط باتجاه إعادتهم إلى سوريا، عودة ترفضها سلطة الأسد وتربطها بإعادة الإعمار وخروج القوات الأمريكية والتركية من الأراضي السورية. ويبقى اللاجئ السوري هو الحلقة الأضعف في ظل تعثر الحل السياسي وعدم جدية الأمم المتحدة في حماية اللاجئين ومنع تعرضهم للإهانة واستخدامهم كورقة سياسية. أرحب بضيفي السيد فرانكو عبد القادر، رئيس المركز السويسري لدعم الديمقراطية من زيوريخ. حياك الله سيد فرانكو. ربما هذه ليست المرة الأولى التي ينتهك فيها الجيش اللبناني حقوق اللاجئين، لكن برأيك لماذا يستمر هذا الجيش بانتهاك حقوق اللاجئين السوريين في لبنان؟ بداية تحية لك أستاذ عبادة وللمشاهدين الكرام ولفريق العمل. حياك. يعني أنا هذا التقرير الذي رأيته الآن يعني بصراحة أصابني بالذهول، كون الجيش اللبناني يملك الشرف والوفاء والتضحية، وهذا رمزه، رمز الجيش اللبناني.
يعني ما رأيته اليوم الآن وما حصل يعني شيء كبير. طبعا إذا كان هناك من عمليات تعدي أو اعتداء من اعتداءات على كبار السن أو النساء كما ذكر تقريركم، فأن الجيش اللبناني قيادة الجيش لا ترضى بذلك أبدا، وطبعا بل هي تستنكر هذا الشيء. أنا أعرف الجيش اللبناني وأعرف قيادة الجيش اللبناني، وهي قيادة يعني بقيادة وطنية ولا تخضع يعني للسياسة التي يمليها حزب الله على الدولة اللبنانية. نعم، لكن يعني ما يتم هو مداهمة المخيمات، وبالتالي يتم انتهاك حقوق اللاجئين السوريين. لماذا لا يكون هناك مثلا دخول لدوريات شرطية؟ لماذا لا يكون هناك مقاضاة بينما أن يزج بالجيش في اعتقالات؟ لماذا؟ طبعا استاذي الكريم، الدولة اللبنانية وكما نعلم جميعا تقع تحت سلطة حزب الله، وهو الأمر الناهي في لبنان، وبالتالي إن أي أمر أمني أو عسكري يعني يتم في لبنان يجب أن يكون بموافقة، يجب أن يتم ويحصى بموافقة حزب الله، وإلا لن يحصل ذلك. هذه التحركات من قبل الجيش يعني سؤال في محله، وطبعا هذا شيء غريب، كون الشرطة وقوى الأمن الداخلي هي من يعني تهتم بالأمور الداخلية وبأمن المخيمات، كون الجيش اللبناني مخول فقط للدفاع عن الحدود وضد العمليات الإرهابية وغير ذلك. ولكن في هذه المرحلة بالذات الجيش اللبناني ربما تحرك تحت أوامر سياسية، طبعا الجيش اللبناني يتحرك فقط عبر أوامر سياسية، لا يتحرك من دون أمر سياسي. يعني وزير الدفاع، ونحن نعلم جميعا لمن يتبع وزير الدفاع، هو من يعطي الأوامر أو الإرشادات لقيادة الجيش وهي تنفذ. الجيش اللبناني اليوم قام بتنفيذ أوامر سياسية أو إرشادات سياسية، ولكن الموضوع أن أي شيء يحدث في ملف السوريين في لبنان يكون نتيجة تجاذبات سياسية أو نعم يعني فقط نقطة قبل أن أنتقل للسيد حسام ضيفي. سيد فرانكو، قلت بأن لا شيء يحصل الآن في لبنان إلا بموافقة أو بمعرفة حزب الله، هل تحركات الجيش اللبناني الأخيرة هي بموافقة حزب الله أو بأوامر منه؟ أنا لا أقول أنها بأوامر مباشرة منه، طبعا هو يستطيع أن يؤثر على الحكومة اللبنانية بشكل مباشر، ووزير الدفاع هو من الحكومة اللبنانية. حزب الله لا يعطي الأوامر للجيش اللبناني، بل لا يحق له ذلك، ولكنه يؤثر ويعطي أوامر للحكومة اللبنانية، وبالتالي وزير الدفاع وبالتالي وزير الدفاع يعطي الأوامر للجيش اللبناني. يعني تقريبا وضحت الصورة. أعود لك سيد فرانكو، لكن سأرحب الآن بضيفي السيد حسام البرم الناطق الرسمي باسم منظمة بلا قيود من فرنسا. أهلا بك سيد حسام. يعني لماذا لا تضغط المنظمات السورية على الحكومة اللبنانية من باب الأمم المتحدة لمنع الانتهاكات بحق اللاجئين السوريين؟ نعم، بداية أن أسعد الله مساءكم جميع السادة المشاهدين، والسلام لأهلنا في سوريا. ويعني ما يجري الآن بخصوص اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان هو في إطار عملية الضغط، كما ذكرت حضرتكم، بإطار عملية الضغط على الحكومة اللبنانية أو على المجتمع الدولي، على الأمم المتحدة تحديدا، بل ليس يعني لتحمل مسؤوليات تجاه اللاجئين، بل للضغط عليها للقيام بابتزازها ماديا بعد تراجع الدعم المادي الذي حصل منذ العام 2022، منذ بداية الحرب الأوكرانية الروسية، وتوجه المانحين الرئيسيين. يعني نحن نعلم اليوم أن صندوق الإعانات الدولية أكبر متبرعين والمانحين الرئيسيين لهذا الصندوق هم الأوروبيين والأمريكان، وأغلب اليوم أغلب جهودهم وأغلب توجهات المالية توجهت اتجاه الحرب اليوم التي تجري في شرق أوروبا في أوكرانيا، فذهبت جهودهم كلها انصبت في أوكرانيا، وتكاد تكون انقطعت عن اللاجئين الموجودين في لبنان. ماذا إلى قطع أو إيقاف القطع الأجنبي الذي كان يدعم الحكومة اللبنانية خلال الفترة الماضية؟ نعلم أن الاقتصاد اللبناني منذ أكثر من 10 سنوات حتى الآن هو اقتصاد يكاد يكون منهار بالمطلق، معتمد بشكل كبير على الحوالات الضخمة التي تقبل كل شهر
زي الدولار الى الحكومه الماليه والتي بدورها تقوم بتسليمها للاجئين بالعمله المحليه. يعني كانت الحكومه يعني تمر عبرها اموال ضخمه، كميات اموال ضخمه تمر عبرها كل شهر، وحين انقطعت هذه الاموال ادى الى ضرر كبير بالنسبه للحكومه وعلى مستوى الاقتصاد اللبناني. والله لاحظ ذلك التراجع منذ العام 2022 حتى اليوم، حتى ان الاقتصاد على ابواب الانهيار اكثر من مره على الوزير الماليه ان الامور خرجت عن السيطره، المصارف لم تعد تستطيع إعادة الأموال إلى أصحابها من اللبنانيين. كل ذلك مرتبط بشكل أساسي بقضية اللاجئين، فبالتالي اليوم باتوا اللاجئين يستخدموا كأداة سياسية للضغط من قبل الحكومة اللبنانية. هناك تحالف واضح بين الأحزاب المسيحية وبين حزب الله اللبناني في الحكومة اللبنانية للضغط على المجتمع الدولي ككل. يعني بقي يعني القضية سيد حسام، هي القضية هي قضية قطع أجنبي قل أو شح تدفقه على اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان، تضررت الحكومة اللبنانية، ضغطت على اللاجئين من أجل الضغط على المجتمع الدولي. ليس هناك حقيقة لما يشاع بأن هناك تهديدات أمنية؟ لا يوجد أي تهديدات أمنية بالمطلق، بالعكس. حتى أن اليوم يعني يجب لفت الانتباه أن اليوم تم تجميد الاجتماع، قتل تجميد وإيقاف الاجتماعات مع النظام السوري في اللجنة الوزارية على خلفية تبادل معلومات استخباراتية مهمة جدا مع الأمن اللبناني، وعدم تبادل هذا النوع من المعلومات مع اللجنة الوزارية التي هي من المفترض فيها أن تنسق بخصوص اللاجئين وعودة اللاجئين والمخدرات وما إلى ذلك. يعني ما يجري اليوم في لبنان هو إدانة واضحة للنظام ولحزب الله أنه يتم هناك تواصل قوي بين الطرفين، وأنه يتم سيد من خلال حزب الله تبادل المعلومات مع الحكومة اللبنانية، والحكومة اللبنانية تقوم بتنفيذ حملات اعتقال على أساس سياسي للمعارضين من النظام الموجودين. نعم، وصلت الفكرة. أريد تعقيب، أعتذر منك على المقاطعة، مقاطعة سيد حسام، لكن أريد تعقيب سريع من السيد فرانكو. هل ما يحدث هو من أجل الضغط على المجتمع الدولي من أجل المزيد من المساعدات للاجئين السوريين في لبنان؟ لا شك أن هناك طبعا فرضية أن تكون هناك طبعا ضغط على المجتمع الدولي كما قال الأستاذ حسام، لكي تزيد من المعونات التي شحت في اخر يعني ايام في اخر السنوات، نظرا لان الاوضاع في اوروبا وخاصه الحرب الاوكرانيه والعالم كله اليوم يرزح تحت وضع اقتصادي خانق، وبالتالي قد المجتمع الاوروبي خاصه المجتمع الدولي واوروبا يعني يهتمون أكثر باللاجئين الكوريين الأوكرانيين نعم. وبمواطنيهم، لأن الحرب الروسية الأوكرانية قد أثرت بشكل كبير على أوروبا كلها. نعم. بعد الفاصل سنتابع هذا الموضوع وسنتحدث عن جدوى تواصل حكومة لبنان مع سلطة الأسد بخصوص ملف عودة اللاجئين السوريين. فاصل قصير ثم نعود، أرجو أن تبقوا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأجدد الترحيب بضيوفي السيد فرانكو عبد القادر مدير المركز السويسري لدعم الديمقراطية من زيورخ، وأيضا السيد حسام البرم الناطق الرسمي باسم منظمة بلا قيود من فرنسا. أعود لك سيد فرانكو، يعني الكثير من الإعلانات من قبل حكومة تسيير الأعمال، حكومة ميقاتي، للتواصل مع سلطة الأسد بشأن ملف اللاجئين، ما الفائدة من كل هذا التواصل إذا يعني على ما يبدو لم يعد أي لاجئ بعد كل هذه التواصلات؟ يعني في الآونة الأخيرة يجب أن نرجع إلى الآونة الأخيرة، حيث كثرت التقارير التي تقول أن هناك شباب، أن هناك لاجئين سوريين يأتون يوميا إلى لبنان بالعشرات بل وبالمئات عبر الحدود البرية، وهذا من أحد الأسباب التي أدت إلى أن تقول أو تدعي الدولة الحكومة اللبنانية أنها تتواصل مع نظام الأسد لإعادة اللاجئين السوريين أو لإيجاد هيكلية
يتم من خلالها حل مسألة اللاجئين السوريين الموجودين، الأخوة السوريين الموجودين في لبنان. طبعا هناك أصوات كثيرة طبعا وقنوات تلفزيونية تحرض على اللاجئين السوريين في لبنان، واللبنانيين يعني وضعهم الاقتصادي والاجتماعي يعني على الحضيض، وبالتالي الدولة اللبنانية تحاول عبر الإيحاء للشعب اللبناني بأن اللاجئين هم المشكلة. نعم، بأن الأزمة الاقتصادية لا تتعلق بالسياسات المالية التي قامت بها الحكومات هذه السلطة الحاكمة اليوم، ولا بالفساد ولا بالسرقات ولا بالنهب الأموال التي تعرض لها اللبنانيين الشعب اللبناني، بل جل الأمر أن الموضوع يتعلق باللاجئين السوريين وهم وراء هذه الأزمة التي يعيشها الشعب اللبناني اليوم، وبالتالي هي تحاول أن تصوب الأمور بهذا الاتجاه. نعم. كي يعتقد الشعب اللبناني أنه سيرتاح أو أن الحكومة اللبنانية تعمل لإنعاش الوضع الاقتصادي الميت في لبنان كما الوطن، يعني كما لبنان الوطن قد انتهى. وبالتالي هذه من أحد أيضا الأسباب الكبيرة التي تدعي الدولة اللبنانية أو الحكومة اللبنانية أنها تتواصل مع نظام الأسد، ولكن كلنا يعلم الدولة اللبنانية تحاول أن تستفيد بأقصى الحدود من ملف اللاجئين السوريين كي تبتز المجتمع الدولي، وكي أيضا تحافظ على يعني تحافظ على أمنها يعني الشخصي تحديدا عند للملاحقة عند موضوع في أوروبا. نعم، يعني وصلت الفكرة، وتحدثت بأن الحكومة اللبنانية تستخدم وجود اللاجئين كشماعة لتلقي عليها فشلها في سياستها الاقتصادية، وأيضا تبتز المجتمع الدولي. والابتزاز لا يقتصر فقط على الحكومة اللبنانية، أيضا سلطة الأسد تبتز المجتمع الدولي بقضية اللاجئين. سيد حسام، كيف تفسر ابتزاز سلطة الأسد للمجتمع الدولي، وهل يستطيع تقديم شيء للحكومة اللبنانية بخصوص اللاجئين؟ نعم، يعني حكومة الأسد تتعاون بشكل واضح تماما مع حزب الله اللبناني، وتسعى لمصلحة تحقيق مصلحة حزب الله اللبناني في لبنان. مصلحة حزب الله اللبناني اليوم في لبنان باتت واضحة تماما، وهي تعيين رئيس موالي لحزب الله اللبناني، وبالتالي سيطرة حزب الله اللبناني بشكل رسمي وبشكل كامل تماما على الحكم في لبنان اليوم. يعني من المعروف أن حزب الله اللبناني يسيطر على أكثر من 70% من مفاصل الجيش، ووزير دفاعه مكتوب على حزب الله اللبناني، فبالتالي يعني أهم مفصل من مفاصل الحكومة اللبنانية وبيده. أيضا إضافة إلى أنه يسيطر على أكثر من 50-60% من وزارة الداخلية اليوم، بأن يقوم بتعيين رئيس موالي له من خلال عملية الابتزاز التي تتم من خلال اللاجئين، من خلال الضغط على المجتمع الدولي. كيف تتم هذه العملية السياسية؟ وفق الآتي: دائما منذ اتفاق الطائف انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية عام 1985 كان يتم تعيين رئيس لبنان بموافقة أو بتسمية من المملكة العربية السعودية، واليوم اللاعب الرئيسي بملف اللاجئين والوطن العربي ككل هو المملكة العربية السعودية. فاليوم يضغط حزب الله والنظام السوري على المملكة العربية السعودية من خلال ملف اللاجئين للقبول بسليمان الفرنجية اللي هو مرشح حزب الله اللبناني، وهو صديق شخصي لبشار الأسد، يقوم بزيارات عائلية له لدمشق من حين لآخر ليكون هو الرئيس في لبنان، وبالتالي هكذا يكون الأسد قد استفاد بأن يكون له رئيس موالي له في لبنان، وبذات الوقت هو تابع لحزب الله اللبناني، بالتالي يكون عزز سلطته وعزز نفوذه في المنطقة، وحصل على الموافقة السعودية في هذا الإطار، حيث أن هناك يعني بعد موافقة السعودية دائما كانت تدعم الحكومة بكم من المال لا بأس فيه، يعني ببضعة مليارات لينهض الاقتصاد اللبناني بعد ذلك. وبالنسبة للأسد اليوم ومن حزب الله هم يعني كما يقال في العامية اجرهم في الفلك سوا، وبالتالي في حال استفاد لبنان ولا يستفيد نظام السوري. نعم، يعني أيضا من خلال حديثك سيد حسام تبين بأن هناك أيضا مآرب سياسية من التركيز على ملف اللاجئين السوريين في لبنان. هناك فريق يريد أن يدعم ترشح الرئيس سليمان فرنجية. سيد فرانكو، يعني على ما يبدو هناك وجود انقسام لبناني بقضية اللاجئين السوريين، هل أو كيف يمكن أن يؤثر هذا الانقسام على قضية اللاجئين؟ يعني اليوم للأسف اللاجئين السوريين الأخوة السوريين في لبنان
يتعرضون لتضييق من يعني من معظم القوى، للأسف وأقولها بصراحة، من معظم القوى السياسية أو المجموعات أو التيارات السياسية في لبنان، وليس بالضرورة فقط تلك المحسوبة على حزب الله. يعني اليوم الحياة السياسية كلها بيد حزب الله. اللاجئين السوريين، الوضع الذي يختص بهم هو وضع سيء اليوم في لبنان. لن يستطيع اللاجئين السوريين لن يستطيعون الخروج من هذا المأزق الذي تضعهم به الدولة اللبنانية، لأن كل السياسة اليوم التي تقوم بها الدولة اللبنانية هي ضد هؤلاء اللاجئين، لأنها الدولة اللبنانية، الحكومة اللبنانية هي حليفة لبشار الأسد، طبعا حليفة حزب الله، أي حليفة بشار الأسد، حليفي. وبالتالي الدولة اللبنانية لن تقوم، يعني من الخطأ أو من الخطيئة أن ينظر إلى الدولة اللبنانية على أنها تعامل اللاجئين السوريين بإنسانية أو أنها تعطيهم حقوقهم. كما ذكرنا، الدولة اللبنانية تنظر إلى السوريين فقط عبر منظار المصلحة وليس أكثر. وبالتالي اللاجئين السوريين بلبنان للأسف هم معرضون اليوم وغدا يعني لمزيد من الأعمال التي قد الأعمال والمضايقات التي قد تستهدفهم. بالنسبة لما قاله الأستاذ حسام، لا أعتقد أن الدولة اللبنانية أو أي من الدولة اللبنانية يستطيع أن يقوم بأي ضغط على المملكة العربية السعودية، لأن زمن الضغوط على المجموعة العربية أو على السعودية قد ولى. الوطن العربي أو الدول العربية لا تعطي اهتماما كبيرا اليوم لما يحدث في لبنان، كونه ما كما يقابل عمي شمعت الخيط، أي أنها لا تهتم لما يجري بلبنان، لأن لبنان من منظور بعض الدول العربية وأقولها للأسف يعتبر، نظرا لأن حزب الله يتحكم به، ينظر إليه على أنه يعني تقريبا دولة معادية للدول العربية، وبالتالي هي لا تهتم كثيرا بما يحدث في لبنان. لكن أعود لموضوع بأن اللاجئين السوريين هم الآن في خطر ودون حماية، خاصة مع السياسات للحكومة اللبنانية، وأيضا قلت بأن ليس فقط أنصار حزب الله وحزب الله هم من يعني يجيرون ضد اللاجئين السوريين، لكن أيضا هناك من هم في الطرف الآخر من السياسيين اللبنانيين أيضا يعني يضيقون على اللاجئين السوريين. أسأل هنا السيد حسام، ما هو دور المنظمات الدولية في حماية اللاجئين السوريين من الانتهاكات وتنظيم وضعهم القانوني في لبنان؟ يعني حتى الآن المنظمات الدولية يعني دورها هو خجول جدا، يعني وحتى نحن في منظمة بلا قيود دورنا يعني اقتصر على التوثيق بالدرجة الأولى ومساعدة هؤلاء الأشخاص من خلال محاولة تقديم كفالة قانونية، من خلال وصلهم بمحامين، من خلال محاولة تأمين كفالة مادية لإخراجهم من السجن، محاولة التواصل والضغط مع مجموعات حقوقية ومراكز حقوقية أخرى لتأمين هؤلاء الأشخاص وإخراجهم بكفالة أو بطرق قانونية. ولكن دائما كانت تواجهنا صعوبات، يعني على المستوى المحلي كمنظمة هو أن دائما تهم موجهة للسوريين هي تهم تتعلق بالإرهاب، فورا أي سوري يتم إلقاء القبض عليه فورا يصنف ضمن خانة الإرهاب حتى وإن كان قيد شبهة أو مجرد تهمة، فبالتالي يمنع التواصل المحامين معه، يمنع تدخل منظمات المجتمع المدني ويضغط عليها بشكل كبير جدا. فبالتالي تدخلنا كمنظمات متوسطة الحجم أو صغيرة هو تدخل يحتاج يكون ضعيف أو لا غير فعال بالدرجة الكافية. هذا النوع من المشاكل بصراحة يحتاج إلى تدخل على مستوى سياسي مثل منظمة الأمم المتحدة. الأمم المتحدة يعني تجري كل اتصالاتها وتواصلاتها، ولكن للأسف المسؤولين في الجانب اللبناني يعني وصلوا إلى مستوى الانحدار يعني ضعيف يعني سيء جدا، لدرجة أنهم باتوا يفاوضون الأمم المتحدة على حجم المعونة والمعونة، وأنه يجب أن يتم دفع قسم من تلك المعونة للجيش اللبناني والمؤسسة الأمنية. فهناك مشكلة، هناك خلل بنيوي في الحكومة اللبنانية للأسف الشديد، إضافة إلى أنهم يعني يفاضلون أو يعني يتفاوضون مع الأمم المتحدة بخصوص جنسية أو استمرارية بقاء هؤلاء الأشخاص. هناك خوف
كبير جدا لدى الجانب المسيحي من تجنيس هؤلاء المواليد. يعني نحن نعلم أن هناك أكثر من مليون لاجئ في لبنان أو حوالي 800,000، وأن لهم مواليد حوالي 300,000. هناك خشية من أن هؤلاء المواليد اللي صار بس تتراوح أعمارهم من 10 سنوات إلى 13 سنة يكتسب حق الجنسية في لبنان، وبالتالي يكسر المعادلة الأغلبية المسيحية وسيغير الميزان السياسي. نعم، وصلت نعم. الفكرة بأن هناك تخوفات، حالة المشكلة البنيوية. نعم، بأقل من نصف دقيقة سيد حسام، هل هناك تريد أن تضيفه بأقل من نصف دقيقة؟ أكرر السؤال إذا سمحت. هل هناك تود أن تضيفه بأقل من نصف دقيقة؟ كنت تتحدث بأن الخوف من تغيير الموازين بالمكونات الديموغرافية في لبنان. نعم، برأيي أن مشكلة اللاجئين بشكل أساسي مرتبطة بشكل أساسي وكبير بالحل السياسي في سوريا، وأن أي حل لمشكلة اللاجئين وتوقف الضغوطات هو مرتبط بشكل أساسي بشكل الحل في سوريا، وأن نظام بشار الأسد يستخدم حزب الله اللبناني للضغط ويستخدم اللاجئين أداة للضغط على المجتمع ككل، على المجتمع الدولي وعلى المجتمع العربي لتحقيق مكاسب، وهذا تجليا واضح اليوم من خلال إعلان الجانب العربي إيقاف الاجتماعات وتعليق عضوية النظام في اللجنة الوزارية عن الجامعة العربية. نعم، أشكرك السيد حسام البرم الناطق الرسمي باسم منظمة بلا قيود، كنت معي من فرنسا. وأيضا أشكر السيد فرانكو عبد القادر رئيس المركز السويسري لدعم الديمقراطية، كان معي من زيوريخ. وشكر الموصول لكم سادتي المشاهدين على طيب المتابعة. هذه تحياتي أنا عبادة حيدري، دمتم بخير، إلى اللقاء.